من أكثر الاضطرابات العصبية انتشاراً واللي حسب منظمة الصحة العالمية يعرف كسادس أكثر سبب للإعاقة، الشقيقة أو المايغرين أو بما يعرف بالصداع النصفي. واللي يعتبر حتى أكثر انتشاراً من مرض السكري والربو وغيرهم، يعني أنت إذا ما مصاب بهذا المرض فأكيد تعرف شخص مصاب به. يمكن الأشخاص اللي ما مجر به أو ما مصابين به رح يتوقعون أنه مجرد صداع وليش منطي كل هاي الأهمية، بس بالواقع المصابين بهذا المرض وحدهم يعرفون الشعور السيء اللي صاحب هذا المرض، ما عدا الألم الفظيع اللي يحس به المصاب واللي حاروا المصابين بهذا المرض شلون يوصفوه. هذا كله يصاحبه غثيان، حساسية ضوء، حساسية صوت وغيرها من الاضطرابات الجسدية والنفسية. وبالحقيقة حتى اقتصادياً إلى تأثير كلش كبير على العالم، لأن حسب الإحصائيات هو من أهم المسببات اللي تخلي المواطن ياخذ إجازة من دوامه. ولكن للأسف وقبل ما نتطرق لتفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع، يؤسفني أنه أقول لكم أنه لحد يومنا هذا ولحد يوم تصوير هاي الحلقة ماكو علاج فعال لهذا المرض. أكو المسكنات، أكو المهدئات اللي ممكن تخفف نوبة الصداع اللي تجي، بس كعلاج قطعي ونهائي لهذا المرض فلحد الآن ماكو. ولازم نعرف انه هذا المرض ابدا مو مرض حديث، وانه الناس كانوا يعانون منه من سنوات كلش عديده. فبحضارتنا الحضاره السومريه وقبل 3000 سنه قبل الميلاد لقوا نقش كلش قديم مكتوب عليه انا لست مريض العين، انا مريض الراس. وبإحدى الروايات معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروف أنه كان يعاني من مرض الشقيقة، وكان يحاول يعالج هذا المرض باستخدام الحجامة، كونها تخفف من ضغط الدم وتجدد الدم وتخرج الدم الفاسد. وبعدين بالقرون الوسطى أيضاً استخدموا هاي الطريقة وشافوها جداً فعالة بتخفيف نوبات الصداع. وبعد سنوات عديدة ولما ظهر الطب فعلاً أثبتت فعاليتها هذه الطريقة وعرفت بالفليبوتومي. وعلى الأغلب كان السبب بتأخر وجود علاج لهذا المرض هو كثرة الآراء المختلفة عن مسبب هذه الحالة. فمنهم من قال إنه هاي حساسية زايدة، منهم من قال إنه هو اضطراب عصبي، ومنهم من قال إنه أكو خلل بالأوعية الدموية. وكان موضوع الخلل بالأوعية الدموية هو الأصح لفترة طويلة، كون فعلاً بعض الأدوية واللي أثرت على الأوعية الدموية كانت لها تأثير إيجابي على صحة المريض. ومن أكثر الأسباب اللي خلت هذا المرض يطلع عن كونه مجرد صداع عادي ويدخل في إطار الإعاقات عالمياً، كونه مو مجرد ألم يصير ويروح، وإنما هو نوبة صداع يرافقها غثيان، حساسية ضوء، حساسية صوت، وأيضاً اضطرابات نفسية وجسدية. وأيضاً من الأعراض اللي جداً مميزة اللي تصاحب الشقيقة أو الصداع النصفي هو وجود ما يسمى بالأورا أو الهالة اللي تعرف عند المريض، وهي عبارة عن ومضات ضوء أو نقاط سوداء يشوفها المريض قبل ما يحس بنوبة الصداع. وللأسف مثل ما قلنا لحد هذا يومنا ما كان أكو فد علاج قطعي وحتمي لهذا المرض، ولكن هي كلها عبارة عن مهدئات ومسكنات ممكن تساعد أو تخفف من نوبة الصداع اللي يحس بها المريض. وهذا الشيء رح يخلي المريض أنه يتمسك بأي شيء ممكن يساعده حتى يخفف من آلام هذا الاضطراب. وهنا لازم ننوه عن شيء كلش صغير، هو أنه كثرة أخذ هاي المسكنات أو المهدئات ممكن يأثر سلباً على هاي النوبة ويزيد من احتمالية حدوثها.